الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فمن المعلوم بالتواتر أن أول ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قوله: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا الفعل الجميل الجليل استفتح الله رب العالمين ختام رسالاته إلى أهل الأرض: اقرأ. والقراءة هي مفتاح العلم وبابه، والله تبارك وتعالى عندما أمر بالقراءة لم يأمر بها مجردة، وعليه فالعلم في الإسلام ليس منفصلا عن الإيمان، بل جعل الله رب العالمين القراءة باسم الله الخالق، باسم ربك الذي خلق. فالقراءة والعلم في الإسلام في حضن العلم وفي حضانته، وفي علم الله رب العالمين أن يجعل ختام رسالاته إلى أهل الأرض متزامنا فيها متلازما معها علم وإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فلم يفصل الله رب العالمين في الإسلام العلم عن الإيمان، بل العلم في الإسلام في حضن الإيمان وفي حضانته. ثم أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وهذا عمل قدم الله رب العالمين عليه العلم، فدل على أن العلم في الإسلام مقدم على العمل، وأن العمل لا بد أن يبنى على أساس متين من العلم، وإلا فهو هباء وباطل، وعلم بغير عمل جنون، وعمل بغير علم لا يكون. لأن الله تبارك وتعالى لما أمر محمدا عبده وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدثر بالعمل، سواء كان عملا لله رب العالمين وربك فكبر، أم عملا لنفسه على مقتضى دين الله رب العالمين وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز هو العذاب، فأراد الله رب العالمين هجر الأسباب المؤدية إليه المفضية إلى ساحته عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. والرجز فاهجر، يعني والمعصية فاهجر، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم من ذلك، غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، على قاعدة أن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، ومحمد هو صفوة المقربين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا عمل يكون محتواه الناس ومحيطه الذي يتحرك فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خلق الله رب العالمين. فسواء كان العمل
متعلقا بالله رب العالمين مباشرة أم متعلقا بالنفس أم كان متعلقا بالناس، فكل ذلك عمل قدم الله رب العالمين عليه العلم، فكان العلم في الإسلام مقدما على العمل بهذا الترتيب في نزول آيات القرآن العظيم. وأيضا فإن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم قبل القول والعمل، وعليه بواب البخاري وعليه الرحمة في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، أقدم من قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله رب العالمين العلم على العمل والقول معا، وعليه فالعلم مقدم على القول والعمل سواء بسواء. وأيضا فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجلين أخوين، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وفضل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أعلى الأمة كعبا وأعظمها خطرا وأعلاها هامة ورأسا فضل لا يقدر قدره إلا الله رب العالمين، ولا يعرف مقداره إلا الله رب العالمين. فما تقول في أدنى الأمة شأنا وأوطئها كعبا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: يا أبي، ما لي أراك تكثر من ذكر الشافعي؟ لأن عبد الله لم يعاصره المعاصرة الكافية لمعرفته على الوجه. فسأل أباه، والإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة يكثر من ذكر الشافعي ويثني عليه ويدعو له، وهي قاعدة أهل العلم مع معلميهم، حتى إن أبا حنيفة الإمام رحمة الله عليه يقول: إني لأدعو لحماد لشيخه قبل أبوي في الصلاة منذ 20 سنة، لأن أبوي كان سببا في بضعة من لحم ودم قد تصير إلى الجنة وقد تصير إلى النار على استواء، وأما شيخي فعلمني وأقامني على الصراط وأخذ بيدي إلى سواء النبع المستقيم الذي يفضي بأمواهه العذاب إلى اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقه حق كبير. أما الشافعي رحمة الله عليه فأحمد من المثنين عليه الثناء الحسن، فيقول عبد الله بن أحمد لأبيه: يا أبت، ما لي أراك تكثر من ذكر الشافعي؟ فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهما عن هذين من عوض؟ فانظر هل للناس عن هذين، عن الشمس والعافية من عوض؟ كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. والشافعي الإمام الثبت المطلبي رحمة الله عليه كان معاصرا للسيدة نفيسة رحمة الله عليها، وجدها الحسن بن علي، وأمها جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الشافعي إذا ما مرض أرسل إليها أن تدعو له فنعت، فاستجاب الله رب العالمين فبرئ. فلما كان في مرض موته بعدما ضربه الأنذال من أشباه الفقهاء في تاج الجوامع في جامع عمرو، وضربوه ضربا مبرحا، وكان هو يعاني ما يعاني من ألم البواسير ومن نزفها، حتى إنه كان يركب الدابة فينزف حتى يمتلئ خفاه من دماه رحمة الله عليه ورضوانه. وفي رجب 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في آخر يوم فيه
وفي ليلة الجمعة بآخر يوم وهو 29 من شهر رجب سنة 400، وأوفى في هذه السنة الشافعي 54 عاما لا يزيد بالحساب الهجري، وهي تنقص ما تنقصه عن الحساب الميلادي النصراني. إن الشافعي رحمة الله عليه لما أصابه ما أصابه من أثر الضرب ومن أثر كلب الشتاء بزمهرير لا يطاق في تلك السنة، أرسل للسيدة نفيسة أن تدعو له، فقالت إن الموعد الجنة، فعلم أنها النهاية ومات. مات من ليلته في ليلة الجمعة، وصلي عليه من بعد العصر، ثم حمل نعشه إلى السيدة نفيسة من أجل أن تصلي عليه وأن تدعو له، فصلت عليه ودعت له، ثم قالت رحم الله الشافعي لقد كان يحسن الوضوء. إمام الدنيا في وقته بشهادة الطاهرة تقول رحمه الله لقد كان يحسن الوضوء، على أنه مفتاح لأبواب الخير جميعا، ولأن الوضوء هاهنا مجاز عن طهارة الباطن فضلا عن أن يكون طهارة الظاهر، فهو محمول ذلك على ذلك حذو القدة بالقدة ولا تزيد. تقول رحم الله الشافعي لقد كان يحسن الوضوء. إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يجعل في الأرض خليفة أخبر ملائكته المكرمين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والملائكة لا يعترضون على أمر الله رب العالمين، ولا يردون على الله رب العالمين شيئا أراده، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن لأنهم قاسوا بني آدم على من كان ساكنا في الأرض من المخلوقات قبلهم وهم الجن، فعاثوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، فأرسل الله رب العالمين إليهم الملائكة فأدبتهم وكانت مقتلة عظيمة، وطردوهم إلى جزائر البحار وقمم الجبال، وأخذ إبليس أسيرا فحمل فكان بين الملائكة، فهذه علة أن يكون إبليس بين الملائكة عليه لعائن الله رب العالمين. الملائكة لا يعترضون على أمر الله رب العالمين، وإنما يستفهمون، لقد جربت الخلق في الأرض دوننا فأفسدوا فيها وأكثروا فيها الفساد وسفكوا الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول العلماء ولعل الملائكة اطلع بعضهم من المقربين على اللوح المحفوظ فعلموا ما يكون من بني آدم من الفساد والإفساد في الأرض، فقالوا لربهم جل وعلا ذلك مستفهمين مستخبرين، لا معترضين ولا رادين على الله رب العالمين أمره المتين. ثم إن الله جل وعلا يقول إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، هذا جبل وهذا نهر وهذه شجرة وهذه شجيرة، وعرض الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يظهر للملائكة شرف آدم أظهر هذا الشرف في العلم وحده، ولو كان شيء أشرف من العلم لأجراه الله رب العالمين على يديه، ولجعله الله رب العالمين قائما لديه، ولعندئذ يكون قائما بالحجة أي آدم على الملائكة المكرمين، ولكن الله رب العالمين جعل العلم أشرف من كل شيء،
فأجراه الله رب العالمين على يدي آدم، وعلمه الله رب العالمين ما أراد من الأسماء من علم الله رب العالمين، ثم عرضهم على الملائكة فلم يحيروا جوابا ولم يستطيعوا أن يندسوا ببنت شفه وأبلسوا، لأنهم لا يعلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهذا أمر لم تعلمناه، فنحن نجد العجز المطلق والجهل المطبق إزاءه، فلا نستطيع أن نتكلم فيه بشيء. وهم لا يخبطون في العلم خط عشواء، وإنما يتكلمون على حسب ما علمهم الله رب العالمين، فسكتوا وسلموا الأمر لله رب العالمين. وهنا ينبري آدم عليه السلام بعلمه ليظهر شرفه وليعلو كعبه ولتبصق في عليا السماوات هامته ورأسه. قال الله جل وعلا: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أقام عليهم الحجة، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعندئذ أمر الله رب العالمين الملائكة بالسجود لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالعلم هو أشرف شيء قط، حتى إن الله رب العالمين ميز به الإنسان وجعل للعلم وللعقل عند المؤمنين من الشرف ما جعل الله رب العالمين به جميع المخلوقات في الأرض مسخرة لهذا الإنسان الضعيف. فتجد لشرف العلم والعقل الوليد الصغير يمسك بزمام الجمل الكبير فلا يستعصي عليه، يوجهه حيث أراد وأينما يريد، لا يستعصي عليه ولا يخالف له أمرا، وإنما يتبعه مدللا مسخرا له بأمر الله رب العالمين. وما ذلك إلا لتشريف الله رب العالمين للإنسان بالعقل وبالعلم. وبها كانت تلك المكرمة العظمى من إسجاد الله رب العالمين للملائكة المقربين لأبينا آدم عليه وعلى نبينا وسائر أبنائه من المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه، إنه هو البر الرحيم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل العلم سببا للشرف دنيا وآخرة، وأجر الله رب العالمين ذلك على أيدي أنبيائه، حتى إن الله تبارك وتعالى أنطق به إبراهيم عليه السلام في مواجهة أبيه لصلبه، وهو من صلب هذا الرجل المواجه بهذا الكلام، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك تتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إن الله تبارك وتعالى من علي بعلم لا تعلمه، وإن الله رب العالمين يرفع بالعلم أقواما ويضع به آخرين، وإن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما بين الله جل وعلا في محكم التنزيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في غفلة معرضون، كما أخبر الله رب العالمين: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم معرضون، وهم عن الآخرة هم ناكبون، لأنهم لا يتأملون في هذا الأمر الجليل الذي به يعلو الناس وبه يسفلون، وهو معرفة الأمر الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأثبت الله رب العالمين لهم علما ونفاه بعقبه مباشرة من غير فصح، فقال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى عنهم علما وأثبت لهم علما، والمنفي غير المثبت بلا خلاف، وإلا وقع التناقض والتضاد بين كلام الله رب العالمين.
وحاشا لله رب العالمين أن يكون ذلك في كلامه المطهر الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله رب العالمين أثبت لهم علما في ظاهر الحال في هذه الأشياء التي جعلها الله رب العالمين أسبابا ومعائش في هذه الدنيا. وأما ما يتعلق بأمر الآخرة فهم منها في شك، ولذلك تعجب مما فتح الله رب العالمين به على القوم من الكفار المجرمين، إذ يتعلمون ويستنبطون من أسرار الله رب العالمين في الكون وفي المادة المخلوقة لله رب العالمين، يستنبطون أسرارا ويضعون أيديهم على أشياء كأنما هي السحر أو كأنما هي المعجزة، ثم إنهم في باب الإيمان كالأنعام بل هم أضل كما أخبر الله رب العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وانظر إلى هذه الآية في بيان شرف العلماء، إذ يقرن الله رب العالمين شهادتهم بشهادة الملائكة بشهادته من غير فصل، وأفرد الفعل ولم يعدده، فلم يقل سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، وإنما أفرد العلم وعطف أولي العلم على الملائكة على ذاته المقدسة سبحانه، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني يشهدون وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله رب العالمين قائما بالقسط، أي قائما بين الخلق بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فهم من الشاهدين على أعظم مشهود به، وهو أنه لا إله إلا الله. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين، ولكن الله رب العالمين ساق في القرآن العظيم من الآيات الكريمات الدالات على فضل العلم ما لا يحصى كثرة بفضل الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام استنكاري الغرض منه النفي، يعني يا محمد قل إنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفمن هو قائم بأمر الله رب العالمين شاهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمن هو أعمى يتخبط في ظلمات الحيرة ويسير في بياجير الشك وتتنازعه الأهواء بزبالات الأفكار في كل واد من أودية الشيطان يهيم، أفذلك كذلك سواء بسواء؟ علم الله أنهم لا يستوون، ولذلك ينتزع الله جل وعلا الإجابة من أفواههم هم، لتكون الحجة ألزم لهم وأقوم عليهم بفضل الله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعندئذ سيجيبونك بأنهم لا يستوون، وإذا فقد قامت عليهم الحجة بفضل الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله رب العالمين يدلنا هاهنا على تخصيص أولي العلم والذين آتاهم الله رب العالمين قبسا من نوره بمعرفته سبحانه وتعالى ذاتا وأسماء وصفات وأفعالا، والذين علموا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به، والذين آمنوا بما أنزله الله رب العالمين على قلب خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ويدخل في الذين آمنوا أولو العلم لا محالة،
أولو العلم يدخلون في الذين آمنوا، ولكن الله رب العالمين يدل على أن الرفعة للذين أوتوا العلم هي رفعة من بعد رفعة، فهم يرفعون مع المؤمنين رفعة أولى، ثم يخصهم الله رب العالمين بعد ذلك بالمقام الأسنى وبالمحل الأعلى، كما أخبر الله رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا تمييز ما بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الله رب العالمين وصف الجهال في القرآن العظيم كثيرا بأنهم عمي وبأنهم بكم وبأنهم صم، فقال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فدل على أن العلم أو العمى ليس في الدنيا ثمة إلا العلم أو العمى، وليس إلا عالم أو أعمى، فمن لم يكن عالما بالله رب العالمين متدبرا في أمر الله رب العالمين فهو أعمى بنص القرآن العظيم. ثم إن الله رب العالمين يرفعهم رفعة من بعد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وهم مرفوعون مع المؤمنين بدءا، ولكن هنا يرفعون انتهاء للمحل الأعلى والمقام الأسنى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة يعني بعيدة من رحمة الله رب العالمين، والاستثناء هنا إما أن يكون متصلا بمعنى أن المستثنى قد دخل في المستثنى منه، أو أن يكون منقطعا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، أو وعالما ومتعلما، فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما وإما أن يدخل الأبعد في اللعن، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي وما كان سببا إليه حاضا عليه ملزما به، فهو يؤول إلى الذكر إن شاء الله رب العالمين، وعالما ومتعلما، والذكر يؤول إلى العلم بفضل الله رب العالمين، فعادت القضية تدور على هذا الحرف وحده، وهو أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان للعلم بسبب بفضل الله رب العالمين، وهو العلم بالله رب العالمين، والعلم بنبيه الأمين، وبالشرع الأغر المطهر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا برحمته وحكمته وعلمه بركة وعلما وحلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن العلم الممدوح في دين الله رب العالمين هو علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى، وأما ما دون ذلك فإن كان مما يقوي ذلك ويؤدي إليه بنية صالحة لله رب العالمين فهو داخل فيه، كما تدخل الوسائل في مقاصدها، وإلا فهو ملعون بلعنة الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أراد الحياة النظيفة للخلق على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص الكتاب والسنة، فكل ما أدى إلى ذلك وإلى الحض عليه والحث على التزامه فهو داخل فيه دخول الوسائل في المقاصد، وإلا فهو مردود ملعون كما لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل أهل العلم يذكره ويذكره بأمر عجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن أهل السماوات وأهل الأرض وحتى الحيتان في البحر
لا يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفيه نكتة عجيبة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علمنا أمر المواريث بل دل على أن الوارث لا يرث مورثه إلا إذا كان بينه وبينه من لحمة القرابة ما هو معلوم، لابد أن يكون منتميا إليه بلون من ألوان الانتماء. وهنا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اختار ورثته من الخلق لم يجعلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن كان من صلبه هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه قال في متاع الحياة الدنيا: نحن معشر الأنبياء لا نورث، وفي رواية على التضعيف لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وإذا فما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الدنيا فهو مردود على المسلمين. حتى الزهراء فاطمة رضوان الله عليها ماتت وفي نفسها شيء من أبي بكر، لأنه أخذ بهذا الحديث العظيم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا زهراء إنه لا ميراث لك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فهذا ما يتعلق بالدنيا. وأما ما يتعلق بأمر الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتخبا منتقيا ورثته من خلق الله رب العالمين: العلماء ورثة الأنبياء، ولا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل بينهم وبين أهل العلم من الصلة ما يكون بين الابن وأبيه في أمر الميراث، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء وحدهم دون خلق الله رب العالمين. حتى من خرج من صلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عالما ففيه له من الميراث من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر علمه. العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها كل ذلك يصلون على معلم الناس الخير، يستغفرون للعالم، كما في رواية أخرى: وذلك لأن العالم يعلم شرع الله رب العالمين، وشرع الله رب العالمين يحض على الإحسان إلى كل شيء حتى إلى الحيتان في البحر وحتى إلى النملة في جحرها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخبرنا أن نبيا من الأنبياء ممن كان قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في ظل شجرة، فجاءت نملة فقرصت ذلكم النبي، فأمر بقرية النمل في أصل الشجرة فأحرقت، فأوحى الله رب العالمين إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت قمة تسبح الله رب العالمين؟ فانظر كيف رده الله رب العالمين إلى الإنصاف والمعدلة. من أجل ذلك فإن النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير وتستغفر للعالم وهو مشغول بأمر نفسه وأمر علمه وهي مشغولة به، وكذلك أهل السماء وأهل الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم هذا النص العظيم أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا فمن لم يفقهه الله في الدين فإنه ليس ممن أراد الله رب العالمين به خيرا. اعلموا عباد الله
أن الناس يتفاوتون في منازلهم على حسب علمهم بالله رب العالمين، يتفاوتون في درجاتهم على حسب علمهم بالله رب العالمين. فعلينا أن نجتهد في علم الفرض الذي يلزمنا، ينبغي عليك، وإلا كنت آثما وكنت معذبا وكنت مسدود السبيل دنيا وآخرة. عليك أن تعلم علم الفرض الذي فرضه الله رب العالمين على كل مسلم بالغ عاقل، وإلا فقد قصر الإنسان وأساء إلى نفسه وظلمها. ينبغي عليك أن تعلم الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وبأفعاله وما يليق بكماله وجماله وجلاله وما يتنزه عنه الله رب العالمين. ينبغي عليك أن تعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق بالأنبياء وأمر النبوة وأمر الرسالة سواء. ينبغي عليك أن تؤمن بالبعث وأن تؤمن بما يكون بعد ذلك من أمر العذاب في القبر وما يكون من أمر الوقوف بين يدي الله رب العالمين، بالغيبيات التي تتعلق بأمر العقيدة والتوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يعلم ذلك فهو آت، ومتى بلغ الصبي فقد وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يصلي لله رب العالمين، وإلا فهو معذب آثم بين يدي الله رب العالمين. فإذا ما كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجب عليه أن يعلم مقدار الزكوات فيما آتاه الله رب العالمين. فإذا دخل عليه رمضان فقد وجب عليه أن يعلم فقه الصيام. ثم إنه ينبغي عليه أن يعلم المعلومة من الدين بالضرورة، هو أن الربا حرام وأن الزنا حرام وأن الظلم حرام وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام إلى غير ذلك مما حرمه الله رب العالمين. وأما ما سوى ذلك فيما ذكرناه مجملا من أمر العلم الفرض على كل مسلم بالغ عاقل فهو واجب على سبيل الكفاية. إذا قام به في المحلة رجل فقد سقط فرض طلبه عن الآخرين، وأما إذا ما لم يقم به أحد فهم معذبون جميعا. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة إنه يحرم على المسلم أن يسكن في مكان ليس به فقيه وليس به طبيب. أما الفقيه فلطب الأرواح ولطب القلوب ولأمر الدين وأمر الآخرة، وأما الطبيب فلفقه الأبدان وأمر الحياة وأمر المعاش. يقول علماؤنا عليهم الرحمة في قول وجيه جدا إنه يحرم على المسلم أن يسكن مكانا لا فقيه فيه ولا طبيب. على المرء أن يجتهد في معرفة علم الفرض. واعلموا عباد الله أن الناس بالنسبة للعلم على أربعة أصناف، فمسلم عادي على شفا الإسلام لا يريم ولا يتحرك ولا يتقدم، وهو من علم العلم الفرض وصلى الصلوات الخمس في مساجد الله رب العالمين، ثم أمسك لسانه عن الخنا وأدى زكاة المال، ثم صام شهره وحج بيت الله رب العالمين بفرضه، ثم عطف على أرحامه وعلى الأيتام ووصل المساكين من أولي الأرحام، ثم سار على السوية بين الناس يتلو كتاب الله رب العالمين ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ويمسك لسانه عن الغيبة وعن النميمة، ويتصدق بماله. إذا فعل ذلك وجملة كثيرة معه فهو مسلم عادي. فإذا ما جلس في حلق العلم وجثى على ركبتيه بين الشيوخ وفرغ الأوقات لذلك وعطل دكانه وخرب بستانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته فهو طالب علم. فإذا ما تثبت في الأقوال على وجوهها وحصل العلم من نواحيه وعلم وجوه المسائل في دين الله رب العالمين فهو عالم وليس بمفتن. أما إذا ما ترقى في أمر الفتوى على وجوهها المتعددات فقد صار مفتيا. ومن عجب أن الناس يعكسون القضية اليوم وأنهم يفتون قبل أن يكونوا مسلمين.
مسلمين عاديين متمسكين بما أمر الله رب العالمين به المسلمين أن يتمسكوا به، والناس يأخذون العلم من قفاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا خطايانا. اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.